سيدة كتيبة الدولة، دخلت واحد مشروع قانون حول الحماية ديال البيئة، حماية اللي هي غتكون أكثر في سر النجاح مشروع القانون. وبالفعل تمت إحالة مشروع قانون 49/17 في مجلس النواب من أجل المصادقة. هذا المشروع هو التقييم البيئي الاستراتيجي اللي غادي يكون تحول حقيقة نوعي فيما يتعلق بحماية الموارد، وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار، وكذلك فتح الباب أمام المستثمرين أنهم يدمجوا لا نوفيل تكنولوجي يعني الصديقة للبيئة واللي كتعمل على الاقتصاد الأخضر بشكل عام في التقييم البيئي. يعني كان عندنا في كل مشروع استثماري كنا كنديروا دراسة تأثير على البيئة، وكتكون هذه دراسة التأثير على البيئة مدمجة بالمشروع وكتجي في مرحلة لاحقة. اليوم غننتقلوا لواحد المرحلة أخرى كتدمج التقييم في المشروع. مثلا اي مشروع كيدمج لي نوفو بروسيدي لا نوفيل جينيراسيون ديال لا تكنولوجي فيرت في المشروع باش يكون عنده ادنى اثر في البيئه. عوض فاش كنا كنديروها قبل هو ان كنديروا دراسه التاثير على البيئه في بتعويض معين، او بالتالي كيولي المستثمر، وهذه ايجابيه لبلادنا، ايجابيه بالنسبه ايضا تحفيز المقاوله من اجل ان تندمج اكثر في هذا العالم ديال التكنولوجيا الخضراء، وايجابيه على المستوى الاستراتيجي في تقليل كلفة الآثار البيئية اللي كتكون عندها كلفة صعيبة فيما يتعلق بالموارد المائية، بحماية التنوع البيولوجي، وكذلك بمكافحة الإشكالات كلها كتعلق بالتغير التكنولوجيا في مصلحة البيئة. نعم، وهذا واحد التمرين غنديروه حنا كبلد، أول بلد إفريقي عربي غنديروه، وكاين واحد النقاش على المستوى العالمي في هذا النقاش أن هي لانتيغراسيون ديال ليفاليسيون انفيرونمونتال في توسكي يعني انفيستيسمون. هذا الاول. المستوى الثاني هو يحل واحد المشكله اللي كاينه عندنا دابا عندنا المشاريع اللي دارت قبل 2003 ما عندهاش دفتر تحملات لانها ما جات قبل ما يكون القانون ديال دراسه التاثير على البيئه. اذا هذوك طلبنا لهم، غنطلبوا لهم الافتحاص البيئي، غيديروا واحد الدراسه وغيقولوا لها كيفاش حنا نعاودوا ندخلوا للقانون، نرجعوا يعني كنتوالموا مع التقييم. نعم، في هذا الاطار. المساله الثانيه، اول مره غتدخل مجموعه ديال ايضا ديال المشاريع الكبيره في بلادنا، وهذا التقييم البيئي غادي يشمل لي 3 بي، غيشمل البرامج والسياسات والتصاميم، وغيشمل كذلك مشاريع كبيره اللي غتحدد بالنص التنظيمي. اعتبروا هذا المشروع اولا مشروع كيتاثر بالتنزيل ديالنا الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي هي غتحدث بالقانون وبالمؤسسه واحد التحول عميق نحو حمايه الموارد البيئيه، نحو حمايه الموارد الطبيعيه ديال بلادنا كامله. وكنعرفوا ان هذا ما كنتكلموش على الحمايه في حد ذاتها، ولكن كنتكلموا واحد الكلفه ثقيله الا ما حميناهاش ممكن يؤديها المغرب على المدى والمتوسط والاستراتيجي كذلك. بالاضافه الى ذلك كيعطي المقاوله واحد الفرصه لتنفتح اكثر على لي بروسيدي اللي كيدخلوا في الاستثمار، وكيعطي هذا ايضا واحد النشاط في واحد ايضا واحد الديناميه في البحث العلمي ديالنا في الاقتصاد. وهذا الحمد لله ما يؤكد دائما الرياده والاستباق اللي كتخوضوا بلادنا في هذا المجال ديال الاستدامه. شكرا.